وللمزيد حول هذه القمة ينضم لنا من الرباط دكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات. أهلا بك دكتور عبد الفتاح، أي أهمية لهذه القمة بالنسبة للمغرب سياسيا واقتصاديا؟ نعم، شكرا على الاستضافة. هذه القمة تعكس تتويجا حقيقيا لرؤى وتصورات ولمنهجية جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية التي بنيت أساسا على مبدأ الندية والعلاقات المتكافئة، وتأسست كذلك على احترام للسيادة الترابية للمملكة المغربية، وهذا الأمر هو الذي كان مثار توتر بين إسبانيا وبين المملكة المغربية. وعلى هذا الأساس فيمكن اختبار عودة العلاقات إلى سكتها الطبيعية على الرغم من الضغوطات التي مارستها بعض الجهات التي يزعجها هذا التقارب المغربي الإسباني، لكن بعد مرور سنة تبين بأن هناك ثبات على الالتزامات والاتفاقيات الثنائية التي وقعت السنة الماضية، واليوم نعيش تتويجا بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات الاستراتيجية تشمل مجالات عميقة من بينها البنية التحتية وكذلك تدبير المسألة الأمنية، وخاصة في شقها المتعلق بتدبير الملف الهجرة والذي اليوم يلقى إشادة من قبل إسبانيا، وكذلك نعم، محاربة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، فضلا كذلك عن قضايا تخص التكوين المهني وتخص كذلك نعم الماء دكتور عبد والبنى الفتاح، التحتية. إلى أنه قلت إن نعم هناك جهات منزعجة من هذا التقارب المغربي الإسباني، أي جهات تقصد؟ نعم أعتقد بأن الجزائر مارست ضغطا مباشرة بعد تطبيع العلاقات المغربية الإسبانية من خلال قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، ومحاولة كذلك التنصل من الاتفاقات الغازية أو التزويد إسبانيا بالغاز، وكذلك تهديداتها لإسبانيا إذا ما قامت بمنح بعض الوقود للمملكة المغربية من الغاز الجزائري، فإن هذا تعتبره بأنه يعني تجاوز للاتفاق، وبالتالي يتم قطع العلاقة الاقتصادية المبنية على الغاز. إذن الجزائر اليوم ترى بأن التقارب بين المغرب والجزائر سيكون على حسابها، وأعتقد بأن المغرب وإسبانيا يتعاونان من أجل رؤية استراتيجية نعم، أكبر، إذا وهذا ما هنا في بدا هذا واضحا في الإطار، شخصية يعني في بيدرو هذا الإطار مارتيو دكتور عبد حينما الفتاح، قال بأن المغرب عليهما أن يكون جسران للتوجه نحو إفريقيا والربط بين أوروبا أين والقارة في الليبرالية. هذا الإطار إذا كانت إسبانيا تفضل المصلحة مع المغرب على المصلحة مع الجزائر، أين تكمن المصلحة الإسبانية في العلاقة مع المغرب والذي وصل إلى تغيير موقفها بشكل واضح في ملف الصحراء؟ نعم أعتقد بأن علاقات قوية ومتينة، وخاصة فيما يتعلق بتدبير الهجرة وهي قضية تؤرق إسبانيا بالدرجة الأولى والاتحاد الأوروبي، فضلا كذلك على ما حققه المغرب من علاقات الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي تفرضه بقوة بأن يكون شريكا موثوقا فيه، ثم فضلا عن ذلك هناك قضايا أمنية حقق المغرب تعاونا مهما مع الدول الأوروبية وخاصة مع إسبانيا، وفي الآونة الأخيرة بعمل استخباراتي مشترك تم تفكيك خلية إرهابية كان بالإمكان أن تقوم بأضرار بالغة على مستوي البلد، فضلا كذلك عن الجريمة العابرة للحدود والتي تستغل هذا التقارب الجغرافي من أجل تنفيذ عمليات إجرامية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة السرية، ثم كذلك الجريمة الإرهابية. إذن واقع التعاون بين إسبانيا وبين المملكة المغربية هو حتمي،
فضلا كذلك عن الإمكانات المتاحة، عن هذا التعاون المتكافئ والندي ببرامج مشتركة للتوجه نحو إفريقيا. ومعلوم أن إسبانيا كانت تحاول من خلال زيارات سابقة لرئيس حكومتها إلى عدد من الدول الإفريقية، لكن المهمة كانت صعبة، ستصبح سهلة لأن المغرب سيكون ممرا وجسرا مهما بين أوروبا ذكرت هذه النقطة دكتور. وعن طريق التعاون الطرفان في القمة أكدا على عدم إثارة قضايا يمكن أن تثير الحساسيات بين البلدين. إذا ما مصير الملفات الخلافية، وضع مدينتي سبتة ومليليا، مسألة ترسيم الحدود البحرية أيضا بين البلدين؟ أعتقد بأن مسألة الحدود البحرية كانت من بين النقط التي يمكن أن تطرح التوترات وتصاعد في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، ولكن البلدين اتفقا لما حل أزمتهما الدبلوماسية على تشكيل لجنتين للتداول في هذه القضية. إذن هذه النقطة لم تعد يعني طاب ولا يمكن مناقشته أو معالجته. ثم كذلك مسألة مراقبة المغرب للمجال الجوي ستكون خلال هذا الاجتماع نقطة تتم مناقشتها، خاصة أن المملكة المغربية لا زالت ترى عيبا في أن تبقى إسبانيا هي التي تراقب المجال الجوي للأقاليم الجنوبية. إذن مسألة سبتة ومليليا هذه قضية جد معقدة، لا المغرب لا يتجاوز مطالبه بخصوصها، ولكنه يؤجلها إلى فترات أو إلى حين كذلك حل مجموعة من الخلافات. إذن المسألة هي ترتيب أولويات فحسب، وليست تجاوز عن قضايا خلافية. أشكرك. طالما أنه اليوم هناك آليات فيما بين البلدين لمناقشة كافة القضايا المعقدة والشائكة فيما بين البلدين. أشكرك جزيلا دكتور عبد الفتاح الفاتح، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات، كنت معنا من الرباط.